السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله مع بعض هنعمل قرص بيض بالتقلية، ما شاء الله جميل جدا وطعمه حلو وخفيف. وكنا عاملين اكلة شعبية كده النهاردة، فقلت اعمل جنبها البيض كده بالطريقة دي، جميل وطعمه حلو وحاجة جديدة جميلة قوي. عشان هو قرص بيض فقلت يعني ايه اعمله برضو في احلى صينية عندي، زي ما انتوا شايفين كده عاملة في صينية وردة. هو جميل او طعمه حلو جدا جدا وخفيف. تمام كده، انا بعد ما خرج من الفرن وقطعته طعمه جميل جدا، جربوها جميلة اوي الطريقة ديت وحلوة وخفيفة. تمام، طبعا كنت عاملة جنبها بطاطس ومخللة بتنجان، وما شاء الله يعني كانت أكلة جميلة. ادي كده بعد ما قطعته، طبعا انا قطعتها وهي سخنة يعني، لان كان ميعاد الغدا خلاص. بس طبيعي لو انتي سبتيها شوية وغطيتيها لو 10 دقايق بس هتقلبيها، هتتقلب معاكي سهل جدا من الصينية، لان وانا بحطها في الصينية كنت حاطه لها زيت سخن بيخليها ما تلزقش منك في قعر الصينية. تمام، بس انا عشان قطعتها وهي سخنة فما استحملت ما استحملتش ان انا ايه اقلبها، فانا قطعتها على طول في الصينية. ده سبب ان انا كنت عاملاها في صينية الوردة عشان اقلبها لكم، بس بصراحة كان الوقت ايه قفز بينا جامد يعني. بطاطس محمرة، بتنجان مخلل، بطاطس ببيض وانا عاملاها صوابع كده، وفلفل مقلي، وطبعا قرص البيض. نقول بسم الله ونبتدي. دلوقتي عندي 10 بيضات وعندي 3 معالق رز، عندي بيضتين، عندي خضرة، عندي فلفل، عندي طبعا توابل، وعندي دلوقتي بصلتين مبشورين، ولعت على شوية زيت وادي بصلتين مبشورين هشوحهم شوية لحد ما يتبلوا، مخليهاش تحمر خليها تتبل بس. كل ما بتبقى البصلاية فيها الروح شوية بتبقى طعمها مسكر وبتبقى حلوة في الأكل عن ما تبقى ايه متحمرة قوي. تمام، وقطعت عليها قرن فلفل، ولو عندك قرن شطة حامي يبقى جميل جدا. انا ما كانش عندي قرن شطة حامي فحطيت شطة حمرا مع التوابل. حطيت هنا نص معلقة توابل مخلطة، وحطيت قيمة معلقة ملح صغيرة مع البصل، بتطلع الطعم والجمال بتاع البصل لأن بيبقى طعمه مسكر جدا، فالملح بيزود الطعم وبيخليه يطلع بسرعة من البصلة وبتدبل معايا بسرعة. دلوقتي عندي الطماطمتين اللي كانوا عندي أنا بشرتهم، وهحطهم دلوقتي على البصلية بعد ما تبلت كده بالتوابل وقرن الفلفل. تمام، انا عشان ماسكة التليفون بايد وبعمل الاكل بايد فما كنتش مالكة انزل الطماطم كويس من الطبق. فدلوقتي قلبتها شوية وحطيت معاهم معلقة صلصة مع الطماطم ديت. هحط دلوقتي 3 معالق رز بالظبط، يعني ما كملتش نص الكوباية، وهقلبهم مع بعض كده شوية مع الخلطة ديت. طبعا انا حاطة معلقة ملح، فطبيعي انت مش هتحتاجي ملح تاني، او ممكن تدوقي بعد ما زدتي كده مية سخنة، كوباية مية سخنة، عشان برضو ما تخليش ايه الرز ياخد منك وقت في التسوية، هيستوي معاكي بسرعة. هتدوقي بقى الشوربة ديت وتشوفي لو عايز ملح تاني ظبطي الملح بتاعه. دلوقتي عندي البيضة اهوت، عندي 10 بيضات وعندي خضرة كزبرة وبقدونس شبت، ودلوقتي عندي الرز اهوت انا مولعة عليه وغطياه بايركس تاني عشان البخار يسويه من فوق. دلوقتي خلاص الرز بتاعي استوى، هشيل البايركس ده وهقلبه شوية كده مع بعضه. هو عشان معمول بطماطم هتحسيه لازق كده شوية اهوت. تمام، وبعدين انا لو سبته اكتر من كده على البوتاجاز قعر البايركس هيشيط، مش هيبقى كويس، فهو كده تمام اوي ومستوي حلو. فدلوقتي هفضيه اصلا في حاجة تانية عشان يبرد بسرعة،
لان البايركس بيبقى سخن، وطول ما هو في البايركس مش هيهدى بسرعة، فلازم افضيه في حاجة تانية عشان ابرده، عشان انا لو حطيت عليه البيض وهو سخن كده البيض هيستوي من السخونية دي ومش هعرف اعمله. تمام، فكده خلاص انا فردته في الطبق ده وهسيبه لما يبرد شوية. دلوقتي خلاص هو برد معايا، حطيته في سلطانية كده ورحت حاطة عليه الخضرة. تمام، هكسر عليه دلوقتي البيض. طبعا كمية البيض دي اللي انت عايزة تعمليه، انا بديكي مقادير وانت حسب عدد الأسرة عندك اعملي على قدك. تمام كده، انا هكسر هنا 10 بيضات بلدي. تمام كده ما شاء الله طعمه جميل جدا قرص البيض دوت، وحلو قوي. في ناس بيقول عليه قرص بيض بتقلية، في ناس بيقولوا عليه عجة، يعني ليه كذا مسمى كده. هقلبهم كويس جدا مع بعض وهحاول اظبط الملح تاني، لان كل ما بتحطي مقدار او بتحطي حاجة لازم تذوقيها او لازم تحسي ان انتي تشوفي عايز ملح او مش عايز. تمام، في ناس ما بترضاش تحط رز او ما بتعملوش برز، مش بتحبوا بالرز، عادي بتحطي معلقتين دقيق بدل الرز وبتحطي معاهم شوية بيكنج باودر او شوية بيكنج صودا. اللي انا حطيته دلوقتي بيكنج صودا اللي هو كربوناته، حطيت يا دوبك اقل من ربع المعلقة الصغيرة، حاجة بسيطة خالص، لان الكربوناتو لو زودتيه في الحاجة بيمررها. احنا حطينا حاجة بسيطة لان القوام ده بيبقى تقيل، حاجة تساعد على انه ايه ينفش شوية في الصينية. تمام كده، نزلت كل الخليط. طبعا زي ما قلتلكوا جبت الصينية دي حطيت فيها شوية زيت سخن، او تحطي فيها الزيت وتسخنيها هي على النار وتروحي منزله فيها الخليط دوت، خليط البيض، عشان ما يلزقش منك في الصينيه. ودخلتها الفرن، قعدت حوالي تلت ساعه في الفرن. طبعا ده بيض بيستوي بسرعه، وعندي الرز مستوي، عندي كل حاجه مستويه، هو يا دوبك البيض بس اللي بيستوي. تمام كده، 10 دقايق يعني تلت ساعه في الفرن. ولو انت الفرن بتاعك مش بيحمر الوش، بعد ما تخلصي تشغلي الشواية 5 دقايق بالظبط هيحمر لك الوش بتاعه. عندك فرن بمروحة، تشغلي المروحة بتاعته وان شاء الله يطلع لك حاجة جميلة جدا وحاجة ممتازة. تمام كده، طبعا زي ما قلت لك انا كنت عاملاه في الصينية دي عشان اقلبها، بس الوقت كان قفز بيا ما لحقتش ان انا اقلبها. بخرجها من الفرن بغطيها شوية وبسيبها 10 دقايق بالظبط، وبعد كده بقلبها بتتقلب طبيعي خالص مفيش اي مشكلة. بس معلش انا قطعتها دلوقتي وهي سخنة جدا لسه خارجة من الفرن، فطبيعي ما كنتش هعرف اقلبها. بس ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا وطعمه حلو وخفيف، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي مش هتندمي ان شاء الله. وصفة ممكن ينفع فطار غدا عشاء ايا كان الوقت، مع بطاطس مع سلطة مع بتنجان مخلل. ويا رب يكون القرص البيض ده عجبكم او الوصفة دي عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.